بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. تعالوا نكمل مع بعضنا آخر حلقة إن شاء الله في المصطلحات المتداولة في أعمال النجارة، وبعديها يعني دي كده الحلقة السادسة في أعمال الشدات الخشبية. اتكلمنا فيها عن أنواع العدة، وإن شاء الله النهاردة آخر حلقة في الجزء المتعلق بس بالمصطلحات. الحلقة الجاية إن شاء الله، بداية من الحلقة الجاية ولحد ما نخلص حلقاتها هتكون مفيدة جدا جدا جدا. هنمسك كل عنصر إنشائي ونفصصه بالتفصيل، هنتعرف بالتفصيل على الشدة الخشبية للأعمدة، بالتفصيل على الشدة الخشبية للقواعد، بالتفصيل على الشدة الخشبية للأسقف، للسلالم، للخنزيرة، بالتفصيل إن شاء الله كل حاجة من دول هيبقى لها حلقة. تعالوا نكمل مع بعضينا آخر حلقة في مجموعة المصطلحات اللي احنا بنتعرف بيها على الشدات الخشبية. الداير، الداير ده معناه داير السقف، أو داير غالبا بتطلق على السقف. لوح من اللاتزانة أو مجموعة ألواح من اللاتزانة بحطها فوق بعض بحيث إن هي تديني سمك معين. يعني مثلا أنا عندي سمك السقف، الدبس بتاع السقف مثلا 30 سم، يبقى بحط 3 ألواح فوق بعض عشان يديني 30 سم. بعد كده طبعا أنا بستلم السقف مساحة ومنسوب صب وكده، بس كتقريب للواقع تقريب يعني. لو عندي مثلا رقة السقف 25 سم برضه بحط 3 ألواح، وبظبط الشرب بتاعي بمسامير. طبعا معايا ميزان القامة، وبظبط الشرب بتاعي بمسامير أو بعلامات بحيث إن أنا أوقف صب عند المنسوب ده. ده اسمه الداير، داير السقف. حاجة بتحجز الخرسانة عشان أصب جواها، ده اسمه داير السقف. من ألواح لطزانة، ويضع في الكمرات الخارجية للباكيات، الباكيات عامة بتاعت السقف مش شرط كمرات يعني. والغرض منه تحديد سمك خرسانة السقف بحيث يكون ارتفاعه أعلى من منسوب ألواح التطبيق، ويكون منسوبه هو نفس منسوب وش خرسانة السقف. مش شرط يكون نفس منسوبه، ممكن يبقى أعلى هو شوية، وبعدين بنحط مسامير أو شرب ولا حاجة. تعال نشوف معلومة تانية. دي حاجة اسمها اللقوة أو اللقوة. اللقوة دي بعملها لوح لطزانة صغير أو حاجة من الأسير صغيرة أو قطعة خشب لطزانة صغيرة، بعملها عند تقاطع تطبيق السقف مع القمر. عند القمر أهي، وأدي السقف أهي، بعملها عشان بيبقى عندي فروق. التطبيق بتاع السقف بيبقى عالي شوية عن القمرة، فبحط دي بحط اللقوة دي عشان أعرف أمسمر فيها تطبيق السقف. انا عندي بحط اللقوه دي اهي اللي مشار لها بالاصفر ده، دي اسمها لقوه. بحطها على منسوب اقل من منسوب التطبيق ب2.5 سم، يعني تحت اللتزانه بالظبط، وبقوم دايس على التطبيق برجليا او دايس عليه باي شاكوش او اي حاجه، ومسمر التطبيق في اللقوه دي. اللقوه دي متثبته تماما، بس انا مش عارف اثبت التطبيق. زي ما حضراتكم شايفين اهو، اللي باللون الاخضر ده دي اللقوه، اللي باللون الاصفر ده التطبيق. فبعملها عشان اظبط منسوب التطبيق ان هو يكون افقي تمام. تعال نقرا كده، هي عباره عن لوح لطزانه توضع اسفل الواح التطبيق مباشره عند اماكن الوصل بين الواح التطبيق وطرف الكمرات، عند الاماكن التي تكون عندها الواح التطبيق مرفوع لاعلى، مثل زي المستويات الصفراء اللي حضراتكم شايفينها هي ألواح التطبيق، والخط الأخضر هي اللقوة. فيجب دق ألواح التطبيق حتى تنطبق على اللقوة وهو منسوب الخط الأخضر، لكي نحصل على سطح مستوي أفقي تماما بدون تكريش. تمام، دي اسمها اللقوة. تاني حاجة، الإسكندراني أو العروق الإسكندراني أو لوح الإسكندراني. هي عروق بميل، وظيفتها ان هي بتشيل الكابولي او البلكونات. يعني مثلا انا تعال بص كده، لو عندي مثلا سقف كده اهو، السقف ده مظبوط اهو ماشي، وعايز اعمل سقف فوقيه ببلكونه اهو. طبعا انا قومت عروق خشب اهو عشان تشيل السقف اللي فوق، تشيل الشده المعدنيه. طب الحته دي البلكونه اللي طالعه دي هشيلها ازاي؟ يعني هروح اجيب لوح، اروح اجيب عرق واقومه من اول تحت كده، من اول فوق كده لحد تحت عشان يشيل الشدة.
عشان اشيل. لا طبعا، فباجي ممكن اعمل كده بس يعني مش سهل. باجي اجيب اللوحه الاسكندراني او العروق الاسكندراني، بتركز من تحت على السقف ومن فوق تشيل الشده الخشبيه، تكون مايله كده زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اهي، دي اسمها عروق اسكندراني. اسكندراني، تعال نشوف حاجه تانية كده، يهم ان انت تعرف المصطلح بس. دي بطنية القمرة، دي قمرة اهي، دي بطنية القمرة، دي اسمها بطن القمر. يعني انت دايما كده هتلاقي النجار يقول لك بطن القمرة او بطنية القمرة، تدي له شرب يقول لك الشرب ده اطلع منه لحد كام يا باشمهندس عشان يدينا بطنية القمرة كذا، دي اسمها بطنية القمر. الجزء السفلي للقمر، الجزء السفلي ده القمر رامي على العراق، والعراق رامي على الحمال من الجوانب، والجوانب والحمالات رامي عليه على العروق. تعال نشوف حاجة تانية كده، ده عرق شمع. عرق شمع، العرق الشمع ده بعمله ازاي؟ تعال نرجع للصورة اللي قبليها، شايفين حضراتكم؟ ما انا قلت لكم ايه دلوقتي، قلت لكم دي قمرة اهي، القمرة دي رامية، التطبيق بتاعها رامي على العراق، والعراق رامي على حمال من هنا وحمال من هنا. القمرة دي لو تقيلة شوية، يعني مثلا لو هي 25 في 70 أو أكتر من 70، دي اسمها قمرة تقيلة، فبضطر إن أنا أعمل لها عرق من تحتيها، عرق يشيلها تحت، ده اسمه عرق شمع. العرق ده بيشيل الحمال بتاعة بيشيل العراق بتاع القمر. تعال بس نشوف صورة توضيحية كده، دي القمرة أهي، قمرة كبيرة، واللي تحتها ده عراق، والمفروض العراق فيه حمال هنا كده وحمال هنا كده بيشوف، فالقمرة عشان تقيلة بعمل حمال تاني هنا كده في النص، والحمال ده فيه تحته بالظبط في النص القمرة بالظبط، حاجة اسمه عرق شمع. عرق شمع عشان يشيل القمر او عشان يدعم اكتر القمر، عشان القمر ما يحصلهاش ترخيم ولا حاجة. تعال نشوف كده الصورة دي اهو، عرق شمع اهو في نص عرض القمرة بالظبط. تعال نتكلم برضو عن حاجة تانية كده، المنظر ده اسمه ايه؟ يعني لما يكون النجار مثلا عنده باكية كبيرة، باكية مثلا 5 متر، يعني من اول هنا كده لحد هنا كده 5 متر مثلا في 3، طيب 5 متر هو ما عندوش الواح لا تظن الا 3 متر، فبيبدأ يفرش اللواح بتاعته كده 3 متر. طيب هيجي بقى عايز يغطي الجزء ده، الجزء ده ما فيش خشب عايز يغطيه، هينشر له خشب او الواح 2 متر ويبدأ يحطه هنا. طب ما هو كده هيبقى بيهلك العدة، لا بيعمل حاجة اسمها سدة وسدة. سدة وسدة معناها ان هو بيفرش الخشب بتاعه، بيفرشه كده 3 متر 3 متر 3 متر. طب والجنب التاني؟ لا، بدل ما يقطع يعمل سدة في الجنب التاني، يعني يبدأ يفرش كده بدل ما يبدأ يقطع. المهم المنظر ده اسمه سدة في سدة، هتلاقي العروق لما تكون في اتجاه وعكست اتجاهها مرة تانية كده، ده اسمه سدة في سدة. تعال نشوف حاجة تانية كده، دي شدة خشبية بتاع سلم، شايف حضرتك الوحدة؟ ده اسمه أنف الدرق، أنف الدرق. حضرتك السلم أهو، معلش ده نرجع كده، أنا آسف، السلم أهو، الدرق بتاعه أهو، عشان أضمن إن الدرق ده على مستوى واحد ميل واحد، بقوم حاطط اللوح ده أهو على الدرق بتاعي ده، مظبوط تماما، ولازم أن يكون اللوح ده ملامس لكل الدرج، بحيث ان نضمن ان مفيش درجة عالية عن التانية او درجة واطية عن التانية. يبقى انوف الدرج ده هو لوح لاتزانة الذي يضع على احرف درجات السلم، بيتحط على احرف درجات السلم لتأكيد مستوى درجات السلم على ميل واحد، حتى لا يحدث درجة عالية ودرجة اوت، وكذلك لتثبيت الواح درجات السلم. يعني الانوف الدرج دي اولا بتستخدم عشان يضمن ان السلم كله يبقى بميل واحد زي ما حضراتكم شايفين في اللي بالاصفر ده، كله كده بميل واحد،
والتاني يربط الدرج ده مع بعضها عشان الدرج ده ما يتحركش او يفتح منه. تعال نشوف حاجة تانية كده، ده السقالات. هو طبعا السقالات دي بتستخدم، انت تعرفها، دي شدة خشبية بتاع سقالة، مش محتاجة ان الواحد يشرح فيها حاجة، هي بتبقى اي كلام، وده طبعا غلط عشان احنا هنا ما بنهتمش بارواح الناس. حتة ان هو يحط العروق دي برضو كده غلط، المفروض يحط خشب بنطي او خشب سقالات بيكون عرضه كبير شوية، او لو حط عروق هنا يربطهم كويس مع بعض عشان هو لو داس على عرق دون التاني العرق ممكن يفلت ويقلب منه. كده احنا يعتبر الست علاقات ده كلهم دول تمهيدي لأعمال الشدة الخشبية. إن شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم بالتفصيل، هناخد حاجة حاجة ونتكلم عنها بالتفصيل. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الشدات الخشبية للخنزير، وهنتكلم عليها بالتفصيل الممل إن شاء الله، ونشرح فيها كل حاجة. والحلقة اللي بعديها هنتكلم عن الأعمدة وهكذا، والحلقة اللي بعد هنتكلم عن القواعد العادية والقواعد المنفصلة واللبش العادية واللبش المنفصلة، الشدات بتاعتها بالتفصيل والعمدان واللسقف. أرجو إن أنا أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة، وما تنسوش من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.